قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف إن الوزارة وضمن الاستراتيجية الوطنية للتشجير وضعت خطة عمل متكاملة لزيادة الرقعة الخضراء ومشروعات التشجير والتجميل في التقاطعات وأسفل الجسور والشوارع والميادين العامة في مختلف مناطق المملكة. أكد خلف خلال جولة ميدانية إلى عدد من التقاطعات والطرق أن الوزارة وبناء على خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها لتكثيف عمل التشجير والتجميل، مشيرا إلى أن الوزارة تركز على الاهتمام بتجميل الشوارع وبالمزروعات والمسطحات الخضراء بمختلف محافظات مملكة البحرين، حرصا على إطفاء المظهر الجمالي على الشوارع وزيادة الرقعة الخضراء مما يساهم في الحفاظ على البيئة.